في هذا التسجيل سأتناول تحليل البيئة بالنسبة للجامعة كلها، وعسى أن تساعدنا في عمل الاستراتيجية. حنستخدم التحليل الرباعي SWOT Analysis وتحليل الجذور Root Cause Analysis و PESTEL. وهتكلم في هذا التسجيل عن مصادر القوة، وعندنا مصادر قوة، جامعة الجمهورية الإسلامية عندها مصادر قوة عديدة. ثم في النهاية نتناول شيء من المهددات وشيء من الفرص. طيب، من أهم مصادر قوة جامعة أم درمان الإسلامية هي عراقة هذه الجامعة وقدم تاريخها. أدى يعني هذا إلى تراكم خبرات أبقت على ألق الجامعة وأهميتها واختبار جودتها عبر أكثر من قرن من الزمان. ولذلك نراها it has passed the test of time وما زالت تتقدم عاما بعد عام، وما زالت ترتقي عاما بعد عام. من مصادر القوة أيضا التزام الجامعة برؤية ورسالة محددة للحفاظ على أصالة تعليم وموروثات الدين الوسطي، وهذا ما نشأت عليه منذ تأسيس المعهد العلمي، والتزام بالتطور عبر العصور ناشدة من كل ذلك التميز العلمي. فأصبحت الجامعة متميزة تميزا إيجابيا سمقت بسمعتها في العالم العربي وأفريقيا وآسيا. والدليل على ذلك في فترة يعني توليت فيها منصب عمادة الدراسات العليا، عملت دراسة للباحثين من 2012، من 2000 إلى 2012، ووجدتهم يأتون من 36 دولة. صحيح الغالبية منهم من السودان، ولكن يوجد كما في الرسم البياني دارسين في الدراسات العليا من 36 دولة. ولذلك نقول نحن سمق اسمها في العالم العربي والإسلامي. أيضا من مصادر قوة الجامعة تنوع كليات الجامعة، فيها 20 كلية وأربع معاهد. أكسب هذا التنوع الجامعة قوة للمساهمة في بناء النهضة المستدامة للوطن للسودان ولمجتمعات الدارسين من الدول الشقيقة والصديقة. وتتبنى الجامعة مزيجا من أنواع المناهج التي تركز على المهارات skills وحل المشكلات والتوجه نحو المجتمع. ويتم تحديث هذه المناهج بصورة دورية لتستصحب متغيرات العصر، ومن هنا جاءت كلمة معاصرة. أيضا من مصادر قوة هذه الجامعة إن للجامعة خبرات جيدة في مجال البحث العلمي، والدليل على ذلك في نفس الدراسة اللي عملناها في الفترة ما بين 2000 إلى 2012، نجد أن معظم الدراسات الماجستير والدكتوراه كانت في كلية الشريعة والقانون وكلية أصول الدين، وكذلك في الكليات الأدبية الأخرى اللي هي في كلية الآداب واللغة العربية وكلية التربية وكلية علوم الإدارة وكلية الإعلام وكلية الاقتصاد. وفي الكليات التطبيقية عدد البحوث أقل، لكن أكثرها في الكليات التطبيقية توجد في كلية الزراعة. فمثلا في كلية الزراعة كنت قد أحصيت 17 تخصص تم فيهم دراسات ماجستير ودكتوراه.
وكان أكثر التخصصات بحثا في مجال الاقتصاد الزراعي وفي مجال المحاصيل وفي مجال الإنتاج الحيواني، ولكن على جملته 17 تخصص تم فيها دراسات ماجستير ودكتوراه في كلية الزراعة. أيضا من مصادر قوة هذه الجامعة لها 9 فروع في معظم ولايات السودان المختلفة. للارتقاء بموظفين تلك الولايات وارتقاء بطلابهم والارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمونها لمجتمعاتهم المحلية، فأصبحت تلك الفروع أقوى عامل مسؤولية مجتمعية ميزت جامعة أم درمان الإسلامية عن رصيفاتها من الجامعات السودانية. أيضا من مصادر قوة هذه الجامعة، جامعة أم درمان الإسلامية هي الجامعة السودانية الوحيدة التي أنجبت 3 جامعات، هي جامعة أفريقيا العالمية وجامعة القرآن الكريم وجامعة الضعين. جامعة الضعين كانت فرع لهذه الجامعة ثم تطورت وأصبحت جامعة. كل هذه الجامعات تقدم خدمات التعليمية لآلاف الطلاب من داخل وخارج السودان. في مجال خدمة المجتمع تنتظم الجامعة سنويا العديد من القوافل الطبية والتوعوية في أقاليم السودان المختلفة، كان آخرها في 2017 حيث أرسلت الكليات الطبية وخاصة كلية الطب أدوية ومحاليل لمكافحة الكوليرا في مدن ربك وكوستي والجبلين وأبو زبد في كردفان. كما قدمت معظم كليات الجامعة المعقمات والإرشادات للمجتمعات والأسواق المحلية للوقاية من جائحة الكورونا في بداية الجائحة في 2020. ومن مصادر القوة في خدمة المجتمع عبر مسيرتها التي زادت عن قرن من الزمان، استمرت الجامعة تتحمل مسؤولية نشر تعاليم الدين الإسلامي السمحة بإرسال العديد من القوافل التوعوية لأقاليم السودان المختلفة لتعلم الناس وترشدهم لحسن المعاملة ونشر الأخلاق الحميدة والبعد عن الغلو والتشدد والتعاون والتعاطف والرحمة بين أفراد الأسرة والمجتمع ونبذ العادات الضارة ونبذ الفرقة بسبب اللون والثقافة والجنس والقبيلة والقبلية. أيضا من مصادر قوة هذه الجامعة تحملت جامعة أم درمان الإسلامية مسؤوليتها المجتمعية بتوفير مخيمات للمتأثرين من الفيضانات في 2019، عملت لهم مخيمات ووفرت لهم سبل الأمان والراحة داخل أراضي الجامعة، آوت عدد كبير من الأسر. وفي مجال الخدمة، خدمة المجتمع أيضا تحملت جامعة أم درمان الإسلامية مسؤوليتها القومية للارتقاء بمنسوبي المهنة الطبية في مجال النشر البحث العلمي منذ العام 2006 في مجلة السودان للعلوم الطبية التي تصدرها كلية الطب، سودان جورنال اوف ميديكال ساينسز، المحكمة المقروءة في 172 دولة، ويتم فيها النشر مجانا، وقد أصدرت حتى الآن أكثر من 60 عدد. في مجال دعم وتقوية المرأة ولإقامة العدالة وتقوية المرأة Women Empowerment، تطبق جامعة أم درمان الإسلامية نفس القوانين ونفس قوانين التوظيف وقوانين الخدمة وقوانين الترقيات والمرتبات وإتاحة الفرص المتساوية بين المرأة وزميلها الرجل. ما فيش discrimination. تحملت جامعة أم درمان الإسلامية مسؤولية المجتمعية للنهوض بالمرأة وتعليمها لضمان مستقبلها، فعبر عقود عمر الجامعة الطويل تقبل الجامعة أعداد متساوية من كلا الجنسين في الكليات المختلفة ليدرسوا نفس المناهج وبنفس طرق التقويم.
ونقول بملء الفم there is no gender bias، تتاح الفرصة متساوية للطلاب وللطالبات أيضا. ومن مصادر القوة إدارة مقدرة الجامعة على إدارة التنوع، وهذه من أصعب الأشياء في علوم الإدارة. فالجامعة تقاليد راسخة في إدارة التنوع مبنية على الاحترام والمساواة بين منسوبيها وطلابها وأصحاب المصلحة والشركاء في المجتمع العريض. ما فيش segregation، ما فيش discrimination، وحتى في المجالات السياسية دائما ملتزمة إدارة الجامعة بالاحترام والمساواة والعدل. أضافت الجامعة لرؤيتها الأصالة، أو حقيقة نرى من مصادر القوة الحديثة للجامعة في الفترة القادمة في هذه الاستراتيجية أن تضيف الجامعة لرؤيتها الخالدة الأصالة والمعاصرة والتميز العلمي، أن تضيف تصورا حديثا ليخدم أهداف الألفية للتنمية المستدامة، اللي هي الأهداف نابعة من الأمم المتحدة، أهداف الألفية للتنمية المستدامة، بأن تكون جامعة ريادية منتجة. ولما نتكلم عن جامعة ريادية نتكلم عن الكليات أن تتبنى المناهج الريادية المعتمدة على التدريب المكثف للطلاب والخريجين، بحيث أنه بعد تخرجهم مباشرة يباشروا أعمالهم ويعملوا small scale business يقدروا يباشروا به عملهم، ولا يحتاجوا أن ينتظروا لجان اختيار وتوظيف وظيفة وهكذا. وعندما نقول جامعة منتجة تجتهد الإدارة الجامعة في مجالات الاستثمار التي تخدم أهداف الألفية للتنمية المستدامة، وأهداف الألفية كثيرة، على الأقل الاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني بيساعد في محاربة الجوع وفي محاربة الفقر، والاستثمار في التعليم أيضا من أهداف الألفية. وعندما نقول جامعة منتجة يجب أن يكون دخل الإدارة موازيا أو أكثر من دخل الكليات من الرسوم الدراسية، أكثر من دخل الكليات مجتمعة بما فيها الدراسات العليا. ومن مصادر القوة أيضا، بعد أن أجزنا في بداية هذا العام عمادة البحث العلمي، ونتجه الآن نحو الهيكلة، يصبح وضع ميزانية مستقلة لإدارة التدريب أمرا مهما للغاية. وإدارة التدريب وإدارة الجودة والاعتماد أهم إدارتين في الجامعة، ولذلك لإدارة التدريب لابد أن تكون هناك ميزانية مستقلة وميزانية محترمة لتنفذ برامج التدريب على كافة المنسوبين، العمال والموظفين والمحاسبين والأساتذة والطلاب، والانفتاح خارج الجامعة بالتدريب يصبح كل هذا واجبا حتميا لتتكامل كل الجهود في رفع كافة المقدرات. من مصادر القوة أيضا، وأنا أؤمن بهذا إيمان يعني مطلق، إنني على يقين تام أن الشباب عموما وأن طلابنا خاصة في هذه الجامعة لهم يعني قوة كبيرة جدا للإبداع والابتكار، وقد شهدنا هذا في قاعة الدرس، وشهدناه في المستشفيات، وشهدناه في الإجازات وفي الأبحاث التي يعملونها لوحدهم أو مع أساتذتهم. أعتقد إذا استمر التدريب في إدارة التدريب بصورة مكثفة massive training للأساتذة، ولا أعني بذلك أن يجودوا عملية تدريسية التدريس والامتحانات أبدا، بل أن يصبح الأستاذ المشرف أستاذا ملهما يجود الإشراف الأكاديمي لدرجة أنه يلهم الطلاب إلى الإبداع والابتكار. هنا بنكون وصلنا درجة كبيرة جدا
في مصادر قوة هذه الجامعة. وهذه الجامعة أيضا من الأدلة على مصادر قوتها أزاروها كثير من العلماء، مثلا من الناس الأعلام اللي زاروا في الماضي الشيخ محمد اللمين ابن محمد المختار الجكني الشنقيطي، صاحب كتاب أضواء البيان في شرح القرآن بالقرآن، 10 مجلدات ضخمة، وهو أحد مؤسسي أعرق الجامعات السعودية. زار الجامعة وتناقش مع الأساتذة في المذهب المالكي وقضايا المذهب المالكي، وقد بيّن ذلك في الجزء 10 من مجلد أضواء البيان في شرح القرآن بالقرآن. ومن مصادر يعني سمعة الجامعة الطيبة زار قاضي القضاة أو مفتي الديار العمانية من سلطنة عمان، وأيضا استقبل إدارة الجامعة الشيخ أحمد الطيب عندما كان مدير جامعة الأزهر وهو الآن شيخ الأزهر. فسمعة الجامعة يعني سمعة طيبة، نتمنى لها كل الازدهار والتقدم. إذا تكلمنا عن المهددات، تكلمنا عن 17 عنصر من عناصر القوة لهذه الجامعة، لكن أعتقد المهددات هي 3 مهددات فقط نستطيع أن نتجاوزها، وفي كل نقطة نجد التجاوز في نهاية الحديث عن النقطة نفسها المكتوب باللون الأزرق. من أهم المهددات هي هجرة الأساتذة إلى دول الخليج وأوروبا وأمريكا وبريطانيا وإيرلندا. السبب هجرة الأساتذة هي صعوبة مقابلة الحاجيات الأساسية وتطلعات الأساتذة للمستقبل. السبب في صعوبة مقابلة الحاجيات الأساسية هي تدني القوة الشرائية للأجور التي يستلمونها. وسبب تدني القوة الشرائية لأجوره هو التضخم المالي اللي استمر لفترة طويلة، أصبح long standing، وبالتالي ما كانت في مصادر جاذبة لزيادة الدخل. وأعتقد لمعالجة هذه النقطة لازم نجد مصادر جاذبة لزيادة الدخل منسوبي الجامعة، ومنها زيادة البحث العلمي، ومنها زيادة الكورسات المعتمدة والتي تنتهي بشهادة يمكن توثيقها، وشهادات التدريب والتدريب المكثف داخل لمنسوبي الجامعة وللجامعات منسوبي الجامعات الأخرى وللموظفين. يعني كل ما زدنا كمية التدريب وكمية الدراسات العليا وكمية الدبلومات حتزداد مصادر دخل منسوبي الجامعة. وحقيقة في الميزانية المفروض نعتقد أن الفكرة الأساسية هي أو الهدف الأساسي هو زيادة دخل الأستاذ، أوتوماتيك الجامعة حيزداد الدخل بتاعها. فدي هنا يعني النقطة الأساسية، زيادة دخل الأساتذة أوتوماتيك حتزداد دخول الجامعة وإيراداتها، بالإضافة إلى يعني العمل الجاد في مجالات الاستثمار. طيب دي المهدد الأول. المهدد الثاني هو ضعف موارد الجامعة وموارد صندوق دعم الطلاب. هنا يهمنا نحن خاصة بالنسبة لسكن الطلاب، وأعتقد أيضا صاحب ذلك الضعف في الموارد ضعف في التخطيط والمتابعة وضعف في الاهتمام بالسكن الجامعي للطلاب والسكن الجامعي للأساتذة، خاصة في ظل جائحة كورونا. هذا الأمر قد يؤدي إلى تدهور يعني في الخدمات، ويؤدي إلى تدهور في الدراسة، ولذلك لا بد من الاهتمام بسكن الطلاب وبسكن الأساتذة. وأعتقد المسألة مسألة أفكار واستثمار بسيط جدا، وحتى إيجاد سكن لدارسي الدراسات العليا تكون برضو مصدر لزيادة الموارد. وأعتقد المسألة ما صعبة، عايزة اللي جاء أن تقعد للتخطيط وكل شيء، ليس هناك مستحيل تحت الشمس. المهدد الثالث هو اختيار المسؤولين في المناصب العليا للجامعة.
سواء كان نواب عمداء أو عمداء أو مديرين إدارات أو مديرين للجامعة نفسها والوكالة الجامعة. فدائما كان يخضع الاختيار للسيرة الذاتية، ولكن لا بد أن يعني تعطى الكفاءة يعني أهمية كبرى، ويستمر التدريب، يكون تدريب يعني إلزامي الناس قبل استلام المنصب وبعد استلام المنصب. التدريب يكون تدريب مستمر ويكون إلزامي حتى يستطيع المسؤول أن يلتزم بالشفافية والتشاركية مع كافة منسوبي الجامعة في اتخاذ القرارات، والالتزام بضوابط ممارسات الجودة الشاملة وحكم القانون والمحاسبة. فثلاثة مهددات دي اللي وجدناها، أعتقد لو تجاوزناها الجامعة تسير في الطريق السليم. بالنسبة للفرص، أعتقد هناك أربع فرص لا بد من الاستفادة منها. أولا الرغبة المتزايدة للدراسة الجامعية وفوق الجامعية لشعوب العالم الثالث، بالتالي نجد في دارسين من دول مختلفة، وداخل السودان نفسه هناك رغبة جامحة لكل الأسر أن طلاب يدرسوا دراسات جامعية، وعندما يتوظفوا يعني معظم الموظفين اللي تخرجوا من جامعات أيضا لهم رغبة كبيرة في الدراسات فوق الجامعية. فمع التخطيط الجيد وإيجاد سكن جامعي للدارسين الأجانب، المسألة دي بتعظم إيرادات الجامعة وتزيد من سمعة الجامعة. أيضا من الفرص المتاحة تحمل الأساتذة، أساتذة الجامعة اللي هم يغتربوا في دول الخليج، تحملوا تكاليف التحول الرقمي للجامعة، وعلى الجامعة الاستفادة القصوى من هذه الفرصة، فرصة التحول الرقمي المدفوع ماليا من قبل أساتذة الجامعة المغتربين. التحول الرقمي سيحقق جودة الأداء الإداري كله عبر برنامج الآيسو 27000، ويحقق جودة موقع الجامعة ومناشطة وظهور موقع الجامعة ومناشطة التعليمية والأكاديمية والبحثية على الفضاء الدولي، مما يتيح التواصل وتبادل المعلومات والمشاركة في الأبحاث ونقل المعرفة وصناعة المعرفة حقيقة، مش نقل المعرفة بس، صناعة المعرفة بالمشاركة في الأبحاث مع الجامعات الأخرى ومعاهد البحوث. الفرصة الثالثة هي الرغبة المتزايدة للدول المتقدمة في العالم لمساعدة السودان والتعاون مع مؤسسات وبعد الانفتاح العالمي الذي حدث بعد ثورة ديسمبر 2018 المجيدة. هذه الرغبة المتزايدة لدول العالم المتقدم، أمريكا وبريطانيا والدول الأوروبية، بتقدم فرص قوية للانفتاح على جامعات العالم لنقل المعرفة والخبرات والتكنولوجيا. أعتقد الجامعة عايزة تنفتح في هذا الاتجاه أكثر من انفتاحها على جامعات خاصة وضعيفة، وكما كنا نرى في الماضي محتاجين للانفتاح على الجامعات الأمريكية الكبيرة والجامعات الأوروبية الكبيرة والبريطانية الكبيرة وهكذا، ونقل المعرفة ونقل الخبرات ونقل التكنولوجيا وتبادل المعلومات. الفرصة الرابعة، علينا أن نستفيد من قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، وهذا القانون يجيز في هذا العام 2021، نستفيد منه لتأهيل مشروعات الاستثمار في الجامعة لتصبح جامعة ريادية منتجة. هذا القانون تم إجازته، ويمكن إخضاع كافة الاستثمار الزراعي والحيواني والعقاري وكافة أنواع الاستثمار والاستفادة من هذا القانون. أعتقد دي أربع فرص
مقابل ثلاثة مهددات، ولكن 17 يعني عنصر من عناصر قوة الجامعة. إلى هنا أتوقف، ونلتقي في المرة القادمة نتكلم عن عناصر الضعف الموجودة عندنا. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.